يعني هي البلد ناقصة علشان نرفع سعر الدولار كمان؟ أهو السؤال ده لسان حال كتير مننا دلوقتي، وأكيد طبعاً لا، محدش فينا هيبقى مبسوط برفع الأسعار ولا غلى الحياة علينا كلنا، بس كمان في حقيقة لازم نحطها قدام عينينا وإحنا بنواجه قرار زي ده، وهي إن التعويم كان شر لابد منه. هتقولي إزاي الكلام ده؟ هقولك إن كل المعطيات على أرض الواقع كانت بتقول وبوضوح إن ملناش أي حل تاني غير كده، وإن هو ده الطريق الوحيد اللي كان لازم نمشي فيه لتدارك الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها البلد. طبعاً عارفين إن كتير مننا تايه دلوقتي وجايز قوي مصدوم بالقرار، لكن ما تيجوا قبل ما نتصدم ونتوه ونغضب نشوف سوا أبعاد الحكاية الأول بوضوح، ونعرف إزاي قرار حتمي زي ده ممكن يساعدنا في تخطي اللحظة الصعبة اللي بنعيشها كلنا. أول حاجة حققها القرار الجديد بتحرير سعر الصرف إنه سد الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء، وهي الخطوة اللي هتنعكس إيجابياً على المواطن وبشكل فوري. هتقولي يعني إيه الكلام ده؟ هقولك إنه من أسابيع وبسبب عدم توفر الدولار في البنك المركزي بشكل كافي، ده خلى التجار يلجأوا للسوق السوداء، وبدل ما يتعاملوا ويبيعوا للمواطن استناداً لسعر الدولار الرسمي، كان المستهلك بيشتري احتياجاته فعلياً خلال الفترة اللي فاتت بسعر السوق السوداء اللي بيوصل فيها الدولار ل 23 و24 جنيه. القرار الجديد ده بقى عمل إيه؟ أولاً دفع حائز الدولار لبيعه للبنوك، وبالتالي وفر الدولار بشكل كافي في البنوك بسعره الجديد، وحط حد لطمع السوق السوداء، وده معناه إيه؟ إن الأسعار مش الطبيعي أبداً إنها تزيد. طيب بقى لو الأسعار زادت عليك، هنا بقى اعرف إن الإجابة الوحيدة هي جشع التجار ومش أي قرارات رسمية، واعرف كمان إن زي ما الدولة عليها دور للوقوف بصرامة قدام جشع التجار دول، أنت كمان كمواطن عليك دور في الأزمة دي، وهي إنك تاخد موقف من اللي عايز يستغلك بحجة القرارات الاقتصادية الرسمية. أما المهم بقى بعد كده فإنك تبقى عارف وبالتجربة إن الارتفاع في سعر الدولار هيعقبه انخفاض واستقرار في سعره زي ما حصل قبل كده في 2016 لما قرب الدولار ساعتها من إنه يكسر حاجز الـ 13 جنيه لولا أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. نيجي بقى للمفاجأة اللي بعد كده، وهي إنه بعد ساعات فقط من القرار الجديد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 518 نقطة، وتحول المستثمرين الأجانب للشراء، وده بعد اتجاههم للبيع خلال عامين كاملين. هتسألني تاني يعني ايه الكلام ده؟ هقولك ان القرار الاخير ده بقى شكل عامل جذب فوري للاستثمارات العربية والاجنبية، وده ليه؟ اولا لان مفيش اي استثمار في العالم ممكن يشعر بامان في دولة ما فيهاش سعر ثابت للصرف، او فيها سعرين للصرف، سعر رسمي وسعر تاني بتتحكم فيه السوق السود. وثانيا لان سواء المستثمر العربي او الاجنبي كان عندهم مشكلة مع سعر الجنيه المصري، وكان عندهم عدم رضا من إن السعر القديم للدولار في مصر بقيمة 19.7 جنيه كان أعلى بكتير من القيمة الحقيقية للجنيه المصري، وده عمل إيه؟ شكل عامل سلبي وأدى إلى تراجع الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية خلال الفترة اللي فاتت، بما أثر سلباً على الاقتصاد المصري. نيجي بقى لموضوع اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي وقرض صندوق النقد اللي تحول تاني لحديث الساعة، وهنا لازم نعرف إن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مش بس في قيمة القرض ولا هو الأهم في الحكاية. أمال إيه الأهم بالنسبة لنا؟ إن توقيع صندوق النقد اتفاق مع مصر بالشكل ده هو في الحقيقة شهادة جديدة لصالح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة أزمة اقتصادية عالمية بتعصف بدول العالم كل، وده هيترتب عليه إيه؟ هيشجع الاقتصاد الأجنبي لإنشاء وتطوير استثمارات جديدة في مصر، وده لأنه شايف قدامه أكبر مؤسسة اقتصادية دولية بتمنح شهادة ضمان علنية للاقتصاد المصري بأنه قادر على الصمود والاستمرار. وده بالرغم من إيه؟ بالرغم من الظروف اللي بتمر بيها اقتصادات دول كبرى في العالم بتواجه الأزمة دي دلوقتي وبشكل أكبر بكتير من مصر، وفي مقدمة الدول دي فرنسا وإنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. من الناحية التانية بقى اللي حاصل بالاتفاق ده شهادة نجاح دولية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة اللي شفناها كلنا،
والسياسات الشجاعة اللي اعتمدتها الدولة خلال فترة الأزمة وقدرت تحمي بيها الوضع الداخلي وتوفر كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن رغم تبعات الأزمة اللي بتطحن دول العالم كله. يعني ببساطة كده إحنا أحسن من غيرنا. وفي الآخر إحنا في مركب واحدة والشيلة شيلتنا كلنا. فقبل ما نغضب ونتصدم تعالوا بينا نفهم، الفهم هو طوق النجاة الوحيد لينا علشان نستوعب الأزمة مهما كانت، وعلشان نقدر نحط إيدينا في إيدين بعض ونعديها سوا.